ربنا ان انا عايش لحظه تاريخيه جيلي ما عاشهاش ال 40 سنه اللي فاتوا دول، يمكن اكتر كمان. اتمنى يا رب المشروع ده يتمم على خير، بدايه نهضه بجد لمصر، نهضه حقيقيه بجد لمصر بجد. اللي في ايده يعمل اي حاجه للمشروع ده، يا ريت يا ريت بجد يعملها. يعني مش عايز اقول لكم انا يعني مش سعيد قد ايه، انا بجد سعيد وفخور جدا ان انا موجود هنا في الموقع. بنرحب طبعا بالنيك نيم سلامه في موضوع مشروع القناه، المشروع الجديد قناه السويس. انا فخور جدا ومبسوط جدا ان انا موجود هنا النهارده، وفخور ان انا يعني انا انتمي لجيل ما شافش مشروع قومي حقيقي يلتف حوالين الشعب المصري ككل. فخور جدا ان انا واقف دلوقتي في ارض بيحصل عليها مشروع قومي، يعني نظرنا بقى لنا كتير جدا، وهيساعد مصر على نهضة عظيمة جدا. اتمنى يا رب ان شاء الله ربنا يهتم بمعاملة كبيرة. فكرة دعم الفنانين، وحضرتك نجم طبعا محبوب وليه قاعدة جماهيرية كتيرة، تواجدهم مع الفنانين والعاملين والقائمين على القناة، شايف حضرتك ده الى اي مدى بيكون ليه انعكاس والاثر؟ انا شايف ان اقل حاجة نقدر نقدمها، يعني لو في اي حاجة تانية تقدر تقدم يعني فيها مجهود كامل الواحد يا ريت يعملها. شايف ان هي اقل حاجة نبقى موجودين هنا ونتواصل مع الناس، ويبقى في حتى ولو شكل دعم معنوي بشكل او باخر. يعني عايز احيي طبعا جميع الناس اللي شغالين هنا، بصراحه مجهود جبار، في امل عظيم جدا مفتقدينه بقالنا يمكن عشرات السنين. اول مره بحس ان في تلاحم حقيقي، ان الامل ده يتحقق ويحصل بجد. وشايف حضرتك العمل ده ازاي، وشايف حضرتك ان ممكن اي مدى انت كمان ممكن تكون كده مسافه في اكتر بره حضرتك؟ كل المصريين طبعا، مش هتأدي مصر للمصريين العالم كله، يعني سواء العالم العربي او العالم اللي حوالينا. يعني في صراعات كتير ان مصر ما تنهضش النهضه، لانه عارفين ان مصر بشكل عام ازاي، محدش يقدر يهرب شعب تطور شعب. قيادة واعية، قيادة ما بتتكلمش وخلاص، بتتكلم في النفس في النهاية، وده على أرض الواقع هو يعني التنفيذ واضح يعني. فأتمنى يا رب إن شاء الله تحقق النتيجة المرجوة منها ويتم. ليه غبت انت السنة اللي فاتت مع ان كان ليك عمل ناجح جدا، الدعاية وحققت بيه جمالية كبيرة جدا؟ لا خلينا نتكلم في الشغل بقى بعد كده.